وخلال مشاركتي بالمؤتمر نشد مستشار رئيس الجمهورية للأنفاق المهندس هاني عازر المواطنين والشباب بالوقوف خلف الرئيس السيسي لمساعدته في استكمال مسيرة إنجازاته، كما تطرق إلى مشروع أنفاق قناة السويس وأكد أنه المشروع الأضخم في العالم حجما وإنفاقا. واثق بشباب مصر، ويعني ما نسيبش برضو الرئيس لوحده، لأن أنا ما شفتش في الدنيا رئيس جمهورية بنى بلد لوحدها، ما شفتهاش. فأنا شفت الدول اللي هي بعد الحرب العالمية الثانية زي ألمانيا أو اليابان أو الصين بدأوا بكلهم بتعبهم وعرقهم وصبرهم، وإن شاء الله كل هتبقى للخير، وأنا واثق من كده. يعني زي ما بيقولوا مصيرها تنتهي وهتبقى كله للخير. من ناحية الأنفاق تحت قناة السويس، طبعا كانت أضخم أنفاق تمت السنة اللي فاتت في العالم من ناحية الحجم. 4 أنفاق تحت قناة السويس للمعلومة، عبارة عن 47 متر تحت المية. كنت اللي هو كامل الوزير قال حاجة كويسة قوي، قال احنا كنا خايفين ان احنا نفشل، لكن ما فشلناش وعملناها أسرع من أوروبا في خلال سنة.